السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ أنا فواز درويش، صاحب قناة فخرتك اللي كان فيها 80,000 مشترك وانحذفت قبل 3 أيام. تواصلت مع دعم اليوتيوب بس للأسف ولا موظف تمام حسني يساعدني، وكمان قاموا بحظري وما ساعدوني باسترجاع قناتي. فأنا فتحت قناة جديدة تمام، والقناة القديمة كانت هي مكسب رزقي. فتحت قناة جديدة، بتمنى منكم تنزلوا على صندوق الوصف وتشتركوا بقناة الجديدة، بصور شروحات عن تطبيقات عن الهواتف، بصور شروحات يعني تستفادوا منها. وأنا القناة تعبان عليها 3 سنين، كان عليها 80,000، تعبان عليها والخطأ أنا مني وبتحمل المسؤولية هذا الشيء. كنت عم أنقل يعني قناة من علامة تجارية للقناة لمالك أساسي، أنا عم بنقلها فانحذفت القناة، أنا بتحمل مسؤولية هذا الشيء. فبتمنى منكم تدعموني على القناة الجديدة حتى نرجع نوقف من جديد. بتمنى منكم ما تقصروا، كل شخص بيشوف الفيديو ينزل على صندوق الوصف يشترك ويشاهد الفيديو سبب حذف قناتي على قناة الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.